لسه مكملين معاكم فقراتنا، وزي ما قلنا في البداية حزب نهضة مصر هو حزب بيهتم جدا بمشاكل وقضايا الأقليات في مصر، وخصوصا المواطنين اللي عايشين خارج العاصمة. كلنا سمعنا قبل ثورة 25 يناير عن مشاكل أهالي سيناء، كنا بنسمع عنها دايما مع النظام السابق. يوم 25 يناير لحد آخر الثورة وإحنا بنشوف أهالي سيناء موجودين في التحرير وبيطالبوا بحقوقهم. بعد الثورة تخيلنا المشاكل دي أكيد اتحلت، أو إن يعني تم شيء ما من إنجاز بعض قضايا ومشاكل أهالي سيناء. عايزين نعرف الوضع في سيناء وصل لإيه لحد النهاردة، وإيه اللي تم تحقيقه وإيه اللي ما تمش تحقيقه. ومعانا باشمهندس أحمد أبو النظر رئيس حزب نهضة مصر. صباح الخير. صباح الخير. أهلا بك. والشيخ عيادة زايد سلامة شيخ قبيلة الأخرسة. صباح الخير، أهلا أهلا بحضرتك، صباح منور. يعني هبتدي بحضرتك يا باشمهندس، وعايزة أعرف منك الأول حزب نهضة مصر الهدف منه إيه والخلفية الحزب إيه؟ حضرتك، هو حزب نهضة مصر يمكن اسمه يوضح أهدافه، إنه في قناعتنا إنه السياسة ليست هدف في حد ذاتها. السياسة هي وسيلة لتحقيق اقتصاد ونهضة قوية تؤدي في الآخر إلى إحساس المواطن المصري بانتمائه لبلده، وإنه عايش في رخاء أو في استقرار نفسي ودخل مناسب وأساسيات حياة متوفرة بشكل أو بآخر. من المنطلق ده إحنا بدأنا نأسس حزب نهضة مصر في بداية عام 2011 بعد ثورة 25 يناير، أو بالتحديد في 28 فبراير 2011. وبدأنا في إن إحنا نؤسس أو نؤكد على إنه مصر لا تختزل في العاصمة، يعني لا تختزل في القاهرة أو الجيزة أو الإسكندرية، لابد إن إحنا نخرج لكل المجتمع المصري، وبالذات المحافظات الحدودية والمحافظات البعيدة عن العاصمة وبعيدة عن الاهتمام الإعلامي وبعيدة عن الاهتمام الحكومي. وده كان يعني شيء من يعني عايزين نقول عدم توفيق النظام السابق في ان هو يضم كل ابناء مصر في بوتقه واحده. هذه المناطق الحدوديه البعيده هي كنوز مصريه محدش اكتشفها حتى الان، او اكتشافها كان محدود. شمال سيناء، جنوب سيناء، النوبه، الكلاحين، غرب مصر في مطروح والوادي الجديد وخلافه، كلها مناطق ذات اهميه كبيره على مستوى الامن القومي المصري وعلى مستوى التنميه الاقتصاديه الكبيره لبلدنا، سواء في اراضي ممكن تخصص لاعمال السياحه، للزراعه، للصناعه، للتعدين، للثروه السمكيه، حاجات كتير جدا ممكن انها يستفاد منها من هذه المناطق وهذه المحافظات. وده كان الهدف الرئيسي من تكوين حزب نهضة مصر، اللي هو استغلال كل كنوز مصر الموجودة في كل بقاع ومحافظات مصر، اللي هي من أجل النهضة المستقبلية لمصر. هل الحزب ليه خلفية معينة، مرجعية معينة؟ يعني أول حزب طبعا يعني معروف يمكن أنه حزب نهضة مصر هو أحد الأقطاب الثلاثة للأحزاب الأشراف الصوفيين في مصر، وإحنا النهاردة في تفعيل هذا الائتلاف وتكوين الرابطة المصرية اللي تأتلف من الأحزاب الثلاثة وغيرها من الأحزاب المستقبلية، إلى اتحادات شباب ثورة، إلى أقباط موجودين بشكل كبير، جمعيات حقوقية، جمعيات أهلية، كل أبناء المصريين عاملين في الخارج من أقباط المهجر ومن الصوفيين والأشراف الموجودين في بلاد أخرى مختلفة، يعني بيضم كل الأطياف المختلفة من شعب مصر. من الشعب المصري. شيخ عيادة، عايز أسأل حضرتك الأول على القبيلة الأخرسة. الأخرسة فيها كم فرد؟ مكونة من كم فرد؟ كم فرد؟ حوالي يمكن 100,000 فرد. يعني احنا بنتكلم في عدد كبير جدا، فاكيد حضرتك يعني عايش كل مشاكل وقضايا الافراد اللي موجودين أكيد في طبعًا. القبيله. اكيد. كلمني على اهم مشاكل اهالي سيناء. اهم مشاكل اهالي سيناء هي طبعا احنا المفروض نتملك الاراضي الزراعيه اللي احنا قاعدين فيها من مئات السنين. فاحنا دلوقتي احنا قلنا الثوره جابت جديد، فدلوقتي الوضع هو هو. فاحنا دلوقتي احنا بنطالب تمليك الاراضي اللي هي احنا واضعين يدنا عليها من مئات السنين عن جدودنا وابائنا. فاحنا بنطالب المعامله زي اخواننا في وادي النيل. ما تبقاش في تمييز. احنا عندنا ثروه كبيره خالص في الزراعه، في البترول، في الفحم، في الرخام، في ثروه سمكيه، يعني عندنا منجم ده في شمال سيناء، بس للاسف مش مستغل. وعندنا ميناء كبيره، وعندنا جميع الامكانيات اللي هي تقوم عليها تنميه شمال سيناء وتنميه مصر.
فاحنا بنطالب يعني المعامله تبقى بالمثل. فاحنا كان في اجتماع مع السيد رئيس الوزراء، فتفضل مشكورا ان هو يعني ادانا يعني امل ان لتنميه شمال سيناء، والسيد وزير الزراعه والسيد وزير الري والسيد المحافظ، فيعني احنا مستبشرين خير، واحنا بنتمنى الحاجات دي يعني تتنفذ. ما طب ينفعش خلينا يعني نرجع من البداية، بداية مشاكل أهالي سيناء من إمتى؟ يعني إحنا دايما بنقول مع النظام السابق، أنهي نظام فيه؟ هو النظام الحكم اللي عد ومشاكل، إحنا إنما بنتكلم على 30 سنة اللي فاتوا فقط ولا المشاكل دي بدأت لا، من ده قبل كده؟ المشاكل دي من زمان. احنا حتى بيوتنا اللي احنا قاعدين فيها مش بنملكهاش، يعني انا مصل كهرباء ومصل ميه ومصل حاجه، بس ما اتملكش. يعني المشكلة الأساسية مشكلة تمليك تمليك الاراضي وتمليك وبعدها مشكلة المنازل. تنمية. يعني الواحد يعني المفروض، يعني انا قاعد في ارض لي مئات السنين، المفروض اتملكها، انا اولى من اي واحد. اخواننا في وادي النيل ماشي على عيننا وراسنا، بس انا اولى، انا اتملك الارض بتاعتي انا الاول. وبعد ما انا عندي خريجين لهم يطلع 20 سنة لا ارض ولا وظيفه ولا اي حاجه، فانا بطالب يعني التنميه في شمال سيناء، إقامة مصانع، إقامة مجتمع، إن يملك الناس الأراضي دي. وبعدين بناء عليه ما فيش هيبقى في بطالة، ما فيش مشاكل، ما فيش أي حاجة. يعني إنما ما فيش مثلا مشاريع موجودة في سيناء الحكومة بترعاها، بالتالي ما بتقدمش وظائف ما فيش للأهالي. وظائف، ما هو أنا عندي خريجين كتير، طب فين؟ يعني إدينا أنا ملكني الأول وبعدين نجيب الأرض كتيرة، بس ملك أهل سيناء الأول. باشمهندس كلمنا عن اهتمام الحزب بأهل سيناء. حضرتك يمكن حضرتك سألتي سؤال مهم، من متى بدأت مشاكل سيناء؟ يعني هو مش مشكلة مش من 30 سنة بس، هو مشكلة طبعا ما قبل ذلك، ولكن في عهد الرئيس عبد الناصر وعهد الرئيس السادات كانت سيناء يعني بؤرة الأحداث السياسية، بؤرة الأحداث العسكرية، بما لا يجعل مجال للتنمية في هذا التوقيت، أنه أحداث حروب 56 و67 و73 كلها كانت في منطقة سيناء، وبالتالي كانت منطقة يعني مسرح عمليات، لم تكن منطقة تنمية في حد ذاته. مع تطور بقى الأحداث ووصول السلام ومعاهدة السلام وتطبيقها، وبدء بقى عصر التنمية اللي بدأ حقيقة في بداية الثمانينات، كان لابد من النظرة الموضوعية لهذه المناطق على أساس أولا استعواض أهالي سيناء وضمهم إلى الحظيرة المصرية بشكل كامل، وضمان ولائهم وانتمائهم للبلد، وعدم تركهم فريسة لأي محاولات لتجنيدهم من جانب القوى الخارجية أو غيره. الأمر ده كان في منتهى الأهمية، أنه الحكومة كان درجة استيعابها تبقى عالية أنها تضم هؤلاء، وفي نفس الوقت أنها تستثمر هذه المناطق في مشروعات استثمارية كبيرة. صحيح حصل برضو عصر كبير من النهضة لا ننكر في منطقة جنوب سيناء، في شرم الشيخ ونويبع وطابة والمناطق دي كلها تم تعميرها بشكل كبير، لكن شمال سيناء لم تحظى بنفس الاهتمام اللي اهتم أو اللي خدته جنوب سيناء. ابتدت في مشروعات متفرقة في شمال سيناء، لكن مش بالكم اللي نقدر نقول عليها استراتيجية قومية أو أنها خطة كاملة لاستثمار سيناء. هي مشروعات فردية أو محاولات فردية، ما نقدرش نحطها في بطاقة التخطيط السليم لهذه المنطقه. فاهتمام الحزب هنا ناتج من ان احنا نبتدي نظهر كيفيه استثمار هذه المناطق باستخدام ولاء هذه المنطقه. يعني انا النهارده عشان احقق تنميه في بلد لابد ان اشعر ابنائها اولا ان هم مستفيدين من تجربه التنميه. يعني اي مشروعات استثماريه موجوده، اي حقوق للمستثمرين اللي هيكونوا موجودين، لابد ان يكون في المقام الاول ان انا بدي فرصه كبيره لاهالي هذه المنطقه ان هم يطلعوا على السطح، ان هم يحظوا باهتمام، يحظوا بملكيه زي ما تفضل الشيخ زياد، انه لابد من وضع الامور في نصابها واعاده الحق لاصحابه، وفي نفس الوقت وضع خريطه متكامله القصة دي. حزب نهضة مصر بيؤيد تماما تنمية سيناء سياحيا، لأنها منطقة في منتهى الجاذبية، الأرض أو الشاطئ فيها شاطئ ساحرة، شاطئ خلابة، رملة بتاعتها رملة ذهبية زي ما بيقولوا، النخيل الموجود في سيناء على الشاطئ شيء ساحر وجاذب،
خلفيه هذا الكلام ممكن تكون مشروعات زراعيه مدروسه، مشروعات صناعيه مدروسه قائمه على المشروعات الزراعيه الموجوده، مشروعات التعدين طبعا لما يتم البحث عن في هذه المناطق عن كنوز كثيره موجوده زي ما تفضل الشيخ زياد ان هو مناطق كثيره للرخام للبترول وخلافه، كل دي مناطق ممكن تستغل. طب كل الكنوز دي يعني معروفه على مر التاريخ ان هي موجوده في سيناء، ليه لم تستغل؟ ليه يمكن الحجه عن المكان ده؟ الحجه اللي كانت قائمه في هذا التوقيت هو البعد الامني والبعد السياسي وبعض الارتباطات اللي كانت بين النظام السابق وبين العدو الاسرائيلي بشكل او باخر. كل ده ممكن يكون اثر شويه في تاخير استثمار هذه المنطقه باعتبارها منطقه حساسه او منطقه حدوديه حساسه، يعني لها ترتيبات امنيه معينه. لكن العمق الاستراتيجي ومساله الامن دائما ياتي من تكثيف المجتمعات العمرانيه في مناطق حدوديه، ده بيدي بعد امني بخلاف حتى القواعد العسكريه واختلاف الجيوش اللي ممكن تكون. بالعكس انا كل ما زودت حجم قاتلي هذه المناطق كل ما كان ده بالنسبه لنا عنصر امان اكتر. ده يعني ده تصور الحزب في الحته دي، وطبعا ده له ملف كامل بالنسبه لنا. وطبعا يعني قضيه الزوايده والخرصه من اهم مؤسسين حزب نهضه مصر، وعشان كده احنا بنستغلهم في كيفيه تطبيق مشروع الحزب في منطقه سيناء. شيخ عياد احنا كده بنتكلم اكتر على التنميه في سيناء، في مشاكل في الصحه في التعليم، في مشاكل اخرى ممكن نطرحها النهارده؟ لا احنا الحمد لله التعليم نسبه التعليم عندنا كبيره خالص الحمد لله. اما التنميه فاحنا عندنا يعني عندنا امكانيات من التنميه كتير، بس ما فيش يعني عندنا احنا الرمل طبعا رمل زجاجي، عندنا التعدين، عندنا الفحم، عندنا الرخام، عندنا الثروه السمكيه، فاحنا يعني المفروض يبقى في استثمار كبير. يعني كل الامكانيات موجوده وتحت ايديكم بس موجود. مش مفعله. مش مفعله. فاحنا بنطالب باقامه مصانع حتى ندمج الشباب اللي هم ليهم يطلع 15 20 سنه مش في الشغل. تمليك الاراضي طبعا. لما يبقى في مصانع في استثمار ما فيش مشاكل ولا في حاجه، فاهم؟ حاجه هي اقامه المصانع، انما من غير مصانع ما فيش شغل ما فيش حاجه، ده بيولد ايه اللي هو المشاكل اللي احنا شايفينها دلوقتي. فاحنا دلوقتي بنطالب الاستثمار في شمال سيناء، وبنطالب يعني بتمليك الاراضي. فيعني حضرتك بتقول ان بعد الثوره يعني حسيتوا ان الاحوال هتتعدل اكتر وهتتحسن، وخدتوا وعود من جهات كتيره طبعًا جدا. طبعًا. ابتدى يبقى في خطوات فعلا ابتدى في الوعود خطوات. دي ابتدى في خطوات ازاي بقى على ارض الواقع؟ يعني ايه اللي حصل جديد بعد الثوره؟ الجديد بعد الثورة في لقاء السيد وزير الزراعة والرئيس السيد المحافظ ان هو قال اراضي سيناء مش هيتملكها غير اهل سيناء بالنسبة للخريجين، وفعلا الكلام ده شغال دلوقتي على تقديم الاراضي في شمال سيناء للخريجين. فاحنا ان شاء الله يعني احنا متفائلين خير باللقاء السيد رئيس الوزراء والسادة الوزراء والسيد المحافظ، فيعني ان شاء الله الامور تبقى كويسه شويه. بس احنا يعني احنا لغايه دلوقتي بنتعامل لما بنعدي البر الثاني، يعني اقربها من يومين ثلاثه كده انا معدي بالعربيه، العربات كلها بتعدي، بصيت لقيت ايه طلع يجري قال وقف سينا وقف. ليه يا عمي؟ ما فيش عربيه اتخذت رخص غير انا. ليه؟ قال معلش انت شمال سينا. بصراحه ما رضيت اشد الرخص، قلت لا اتعامل زي اللي معدي دلوقتي. قال لا معلش اصل انتم سينا بتعدي سلاح وبتاع. قلت له يا عم خليك لك نظره في اللي قدامك، انا لا مهرب ولا بتاع سلاح. وحصلت مشكله، فاحنا ما زلنا بنعاني برضه من التفرقه، واحنا بنطالب برضه باسقاط الاحكام اللي هي اللي صادره على المتهمين اللي هم يعني ناس مش عارف يعني لغايه الوقت اتخذ قرار كبير اخراج ناس من السجون برضه، بس ما زال برضه في ناس مظلومه. فاحنا نطالب بسرعة يعني الافراج عنهم او بحث القضاء شغلتهم. باشمهندس عدد تقريبا عدد اهالي شمال سيناء قد ايه؟ بالنسبه لاهالي سيناء هم منقسمين الى نوعين، اهل سيناء نفسهم والوافدين اليه من مختلف مدن مصر. طبعا احنا بنتكلم هنا على اهل سيناء. اهل سيناء الحقيقه الاحصائيه الدقيقه مش عندي، لكن عايز اقول لحضرتك انه يمكن انت اثرت حضرتك نقطه توفر الخدمات.
اذا كنا احنا في القاهره وجيزه واسكندريه عندنا خدمات منقوصه، او عندنا تعليم ليس على المستوى، وعندنا صحه ليس على المستوى، فكيف يكون الحال في المحافظات النائية؟ يعني بالتأكيد أنه في كثير من الخدمات يحتاجها أهل سيناء. يعني أنا عايز أقول أنه لابد أن نتوفر في مستشفيات ومستوصفات سيناء، في مدارس سيناء المختلفة بخلاف الجامعة اللي تم إنشائها مؤخرا وخلافه، لكن لابد أن يعني يتم تطوير مستوى التعليم أو التدريب او محو الاميه للموجودين هناك، او بمعنى اصح توفير خدمات صحيه مناسبه على الاقل لا ينقل الى القاهره الى الحالات الخطره او الحالات يعني المستعصيه. لكن الحال كما هو نعلم انه في معظم المحافظات النائيه بما فيها بعض المناطق في اسكندريه وفي القاهره تعاني من هذا الكلام. يعني التطوير هنا مساله مهمه، انه جزء من الخدمات وتطويره دي مساله في منتهى الاهميه. عدد الناس اللي في سيناء مش بالضرورة أن يكون العدد هو الأساس، لكن احنا عايزين تكون منطقة سيناء دي على الأقل يخطن شمال سيناء مش أقل من 1.5 مليون إلى 2 مليون نسمة، جنوب سيناء نفس الكلام. العمق السياسي والعمق الاستراتيجي والعمق الأمني بزيادة عدد الناس هناك وتفريغ وادي النيل المكتظ بالسكان إلى هذه المناطق. يعني مش ممكن يبقى عندي محافظة فيها 16 و18 مليون نسمة ومحافظة فيها 250 ألف نسمة. هذا يعني وبالرغم أن هذه المحافظات ممكن يكون مسطحة أكبر. احنا بنتكلم هنا في عدد كبير جدا. عادة المستثمرين بيطمنوا أما بيلاقوا عدد المواطنين في مكان معين عدد كبير، عشان بيبقى فيه إيد عاملة، يعني إيد عاملة وفي نفس الوقت مستهلك. يعني لو أنا بعمل مشروعات إنتاجية أنا محتاج للإنتاج ده يتسوق في منطقة ما، فلابد من إعادة التوزيع الجغرافي لهذه المنطقة. يعني مشروعات التنمية الرئيسية اللي احنا بندعو ليها جميعا زي مشروع ممر التنمية أو مشروع ظهير سيناء أو مشروع جنوب الوادي أو غيره، كل دي مناطق مطلوب ان احنا ننقل فيها الكثافة السكانية المكتظة في المنطقة بتاعتنا. احنا مش عارفين نمشي في القاهرة، احنا يعني ولا في القاهرة بس، يعني عايزين ننقل هذا الكلام ولا في أي محافظة، احنا عايزين ننقل هذه الكثافة إلى المناطق النائية، بس مع توفير مشروعات اقتصادية معينة، مع توفير خدمات محددة. هذا كلام إعادة توزيع طبوغرافية محافظات سيناء مسألة أهم، خصوصا أن كل الإمكانيات موجودة هناك ومتوفرة، يعني مفيش تعب فيها. الشيخ عيادة، دايما بنسمع أن أهالي سيناء ليهم تقاليد معينة بتخصهم هما لوحدهم، ليهم كل قبيلة ليها قوانين بتطبق عليها، ده حقيقي؟ حقيقي. طب عرف العرف، طب سهل أن يكون مثلا أنا مثلا بتبع قبيلة معينة ومتعودة على عادات معينة وقوانين معينة، سهل لو دخلت في مجتمع بيطبق عليه قانون واحد إن أنا أندمج فيه؟ لا، ما هو القوانين في شمال سيناء القبائل كلها هو قانون واحد، القانون العرفي، يعني اللي في القبائل كلها واحد. فإحنا مشاكلنا كلها بنحلها بالطرق العرفية، ما بنلجاش لأقسام الشرطة غير لو حاجة بقى مستعصية، إنما هي كلها بالطرق العرفية. بس القبائل كلها واحدة؟ لا، القبائل كلها عادتها واحدة والعرف هو واحد كله. يعني احنا كنا بنسمع إشاعات بقى، احنا لازم حد يوصل لنا الصورة الحقيقية فعلا. العرف اللي هم تسعى عليه قبائل سيناء او قبائل مطروح او غيره، ده المبدا الاساسي للتحكيم. يعني مبدا التحكيم النهارده اللي هو بينتشر في كل ارجاء مصر واللي بيساعدنا في بناء خلافاتنا ناتج اصلا من العرف، يعني انه تحويل العرف بشكل عملي وعلمي الى الـ يعني قضايا التحكيم او اسلوب التحكيم في القضايا، وده يؤدي لسرعه انجاز القضايا بشكل كبير. يعني اهالي سيناء لما جم كانوا متواجدين في التحرير اثناء الثوره وبعد الثوره، كان في فرصه كبيره جدا ويعني اخيرا ان الناس تعرفهم اكتر وتعرف عاداتهم اكتر وتعرف تقاليدهم اكتر، فاعتقد ان لازم الفتره الجايه يكون في فرص تانية ان اهالي سيناء فعلا تكون الناس تبقى عارفاها اكتر من الاول. هو احنا هقول لحضرتك، احنا امبارح كنا في اسوان في مؤتمر كبير، وكنا في ليست اسوان نفسها، كنا في قريه بجوار اسوان، والناس كلها كانت سعيده جدا ان احنا نقلنا كل القنوات الاعلاميه ونقلنا كل الصحافه والاعلام الى هذه المناطق النائيه. وده خطتنا النهارده الموجوده، ان احنا ننتقل الى كل محافظات مصر وبالذات مناطق نائيه منها عشان نحطها في دائره الضوء. يعني ليس من المنطقي اختزال مصر كلها في القاهره واسكندريه واختزال القاهره كمان في التحرير، ده كلام مش منطقي ان انا مصر كلها بس تبقى بدايه التحرير. لا، هناك قضايا كثيره، هناك شعب مصري عريق وكبير في مناطق اخرى، انتقلنا اليهم وسعيهم هم ان احنا ننتقل اليهم، ده هيحط دائره الضوء على هذه المحافظات وعلى مشاكلها وعلى ابنائها وعلى متطلباتهم، وده هيخلق حراك مجتمعي مهم. طبعا شيخ عياده، احنا داخلين خلاص على انتخابات رئاسه
وفي بعض المرشحين محتملين واسامي بارزه خلاص عرفناها من قبل حتى ما يفتح باب الترشح. ممكن اولنا هاري سينا يعني اقرب لمرشح عن الاخر؟ احنا لما نشوف المرشحين ونشوف برامجهم، والله الا يقبى معنا في شمال سيناء وتنميه شمال سيناء، احنا يعني مش هنتاخر عنه. احنا اهم حاجه نشوفهم ونشوف الاسماء اللي تنطرح ان شاء الله، ونشوف بقى اللي هو البرنامج بالنسبه لتنميه شمال سيناء. احنا مش يعني هنشوف ايه اللي في برنامجه كل ما يخص التنميه في سيناء. طبعا المصلحه، المصلحه طبعا. المصلحه احنا عانينا الفتره اللي فاتت بما فيه الكفايه، فاحنا بنتطلع ان احنا يعني حقوقنا ناخدها، يعني ما ينفعش كده ونحن مهمشين على طول. احنا يعني المفروض يعني هو ابتدت، وانتهز هذه الفرصه برضه بوجه الشكر للسيد وزير الاعلام، يعني اللي هو اللي اتاح الفرصه ان احنا نظهر في اكثر من لقاء، ويعني الاعلام توجه عندنا هناك في شمال سيناء ونقل الصوره مظبوطه، والحمد لله يعني الناس في اخواننا في وادي النيل عرفوا شمال سيناء وعرفوا الناس وعرفوا العرب وطبعهم، وان احنا الناس يعني ناس كويسين، مش بالصوره اللي كان ناقلها عنا الاعلام الفتره اللي فاتت. احنا يعني الحمد لله في الثوره لما قامت احنا اللي حافظنا على كل ممتلكات الدوله هناك، بالنسبه لاقسام شرطه، بالنسبه للمصالح الحكوميه، بالنسبه للبريد، يعني امننا كل حاجه هناك، واحنا يعني المحافظه الوحيده باستثناء يعني ما فيش مشاكل عندنا خالص والحمد لله. الحمد لله. باشمهندس الحزب بيأيد مرشح معين؟ احنا في حراك شديد جدا اليومين دول، احزابنا المؤتلفه فيما في رابطه المصريه اللي بتحتوي على زي ما قلت حضرتك على مجموعه من الاحزاب بخلفياتها من الاشراف ومن الصوفيين ومن ابناء سيناء ومن ابناء نوبه وابناء كلاحين و الكتل الشعبيه الثقيله دي كلها. هناك اكثر من مرشح طبعا، هناك اقرب الى برامجنا او اقرب الى انتمائنا واقرب الى افكارنا، ولكن لسه في مرشحين لم يظهروا بعد، لسه في مرشحين احنا عاملين يعني يمكن خلال الشهر الجاي مجموعه كبيره من اللقاءات مع مرشح الرئاسه وبالذات البارزين منهم، بنسمع برامجهم وبنشوف اتجاهاتهم ايه وبنسالهم اسئله مباشره. ويمكن انا بطرح النهارده موضوع مهم، ان احنا هيكون لنا في احزاب الرابطه المصريه وفي حزب نهضه مصر بالتحديد هنعمل مناظرات مهمه وقويه بين مرشحين بارزين في الرئاسة لطرح أفكارهم ومبارزة فكرية إعلامية كبيرة هنطرحها من يمكن بداية من بعد انتهاء يعني الأسبوع الأول أو الثاني من تقديم الترشيحات. هنتحول إلى أسلوب غربي ومتحضر جدا في بحث برامج ومناهج هذه الأولياء المرشحين. في نفس الوقت انا بقول لكل من تقدم بالترشيح انه رئاسه الجمهوريه مسؤوليه كبيره، ولابد ان تكون الشخصيات التي توجهت للترشيحات لابد ان تكون شخصيات لها ثقل في منصب الرئاسه، لان منصب الرئاسه لابد ان يكون يعني يتقدم اليه شخصيات معروفه سياسيا ولها يعني فيجن او لها رؤيه محدده مستقبليه، ليست الموضوع شو اعلامي او لا. احنا عايزين نركز على المرشحين المحتملين فعلا، وهذه المناظرات ستظهر كثير من القضايا واراء هؤلاء المرشحين في هذه القضايا مهمه. اكيد طبعا، يعني كلنا نتمنى ان مشاكل اهالي سيناء تتحل، وخصوصا ان بعد الثوره يعني في مشاكل كثيره جدا لاقليات، بس مش هقول ان اهالي سيناء اقليات تماما، يعني هم مواطنين عاديين جدا، بس نتمنى ان هي كلها تتحل سواء اقتصاديا او سياسيا او مشاكل التنميه الموجوده في سيناء. وبشكركم طبعا باشمهندس احمد ابو النظر رئيس حزب نهضه مصر، والشيخ عياده زايد سلامه شيخ قبيله الاخرسه، بشكركم جدا وجودكم معانا النهارده، نورتونا. شكرا. مشاهدينا خليكم معانا، لسه معانا فقرات جايه في نهارك سعيد بعد الفاصل.